بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتي في جميع أنحاء وربوع ليبيا، أخوكم محسن محمد الغرياني معارض ليبي، أتوجه إليكم إلى كل رجال ليبيا الشرفاء، وإلى كل شباب ليبيا الشرفاء، وإلى كل نسائها، أرجو منكم أن تلتحموا. أخواتي في مدينة بنغازي، جيراني، أصحابي، أقاربي في طرابلس، في سبها، في هون، في المرج، في طبرق، في أنحاء جميع بنغازي، هبوا هبة رجل واحد. بالله عليكم يا أخواني، ادخلوا يا شباب ليبيا، ادخلوا إلى كل المعسكرات، أخرجوهم هؤلاء، هذوم أعداءنا، أخرجوا جماعة القذافي وأزنابه. يا إخواني بالله عليكم، هذه ليبيا تناديكم وهذه فرصتكم، لازم يا إخواني أن تخرجوا وتهبوا هبة الرجل واحد. لا تخافوا القذافي، لا تستكينوا إلى كلامه، لا تفرحوا بما قد يعطيه لكم من شقق أو سيارات. يا جماعة، يا شباب ليبيا، هذه ليبيا تناديكم. إلى كل من عنده رجولة ونخوة، هبوا إلى ليبيا تناديكم، أقطعوا ألسنة لجان التورية، ادخلوا إلى المعسكرات، خذوا سلاحكم بأنفسكم. بالله عليكم يا أخواننا، نحن في جميع أوروبا نحن معكم، وخرجنا أمام السفارات أوروبا، نحن معكم بقلوبنا. نحن يا أخواننا نريد هذا الفجر المنير يشعشع على ليبيا وأهلها. يا أمهاتنا، عليكم بالدعاء لنا بس، بالله عليكم لا تبخلوا على ليبيا، لا تبخلوا على ليبيا الحبيبة البيانة. الآن القذافي في خوف، في جبن. بالله عليكم يا أخواننا، هبوا هبة رجل واحد وأقطعوا القذافي وأزنابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.